مصر تجاور تونس وغينيا ببطولة افريقيا للرجال السلة، قرعة بطولة افريقيا للرجال كرة السلة واللي جاية واللي هتتلعب في يوم 19 يوليو وهو الشهر اللي احنا فيه ده في مالي. وقع منتخبنا الوطني للرجال في المجموعة الرابعة. مجموعتنا جه معانا فيها منتخبات تونس وغينيا اول المجموعة، بس هو اللي الاول بس هو اللي هيتأهل لدور الثمانية، واصحاب المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة هيلعبوا مع بعض عشان يحددوا يعني الاربع فرق التانيين اللي هيصعدوا الربع النهائي. منتخبنا اتأهل البطولة دي بعد ما حقق المركز الثاني في تصفيات المنطقة الخامسة الافريقية واللي اتلعبت في اوغندا الشهر اللي فات.